أحوال المعتقدين بالظهور المبارك للإمام المهدي عليه السلام. إذا تتبعنا الحالة التي يعيشها المسلمون في السنوات العشر الأخيرة، نجد بروزاً شديداً لطائفة مهمة من طوائف المسلمين للواجهة، وهم أتباع مذهب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونعني بالضبط أتباع المذهب الاثني عشري. فبالإضافة إلى الظهور الواضح لثقافتهم الدينية وانتشارهم في شتى بقاع الأرض، فإنهم استطاعوا بفضل من الله عز وجل أن يقنعوا الطوائف الأخرى بأنهم رقم مهم في المعادلة الدينية على الأرض. لقد تركت آثارهم على الحالة الفكرية للناس بشكل أنهم أصبحوا يعرفون في كل مكان. وساعد على ذلك التقدم العلمي والتقني وانتشار وسائل الاتصال والفضائيات والإنترنت. وكذلك فإن قضية العراق والحرب التي جرت على أراضيه وجهت أنظار العالم إلى المعتقدات التي يحملها أبناء هذا الشعب وأكثريتهم من أتباع المذهب الجعفري الاثني عشري، وجذب الناس من كل أنحاء العالم أداء الشعب العراقي لشعائره الدينية وخصوصاً الحسينية منها. وكل الناس تعجبوا من الإيمان الراسخ والعقيدة الكاملة لهذا الشعب بسادته وأئمته أئمة الهدى، وشاهدوا وبكل فخر الملايين يسيرون مشياً على الأقدام لعدة أيام كرامة للإمام الحسين عليه السلام. وكذلك فإن الدور الذي قام به شيعة لبنان في طرد الإسرائيليين مهزومين زاد من عقيدة الناس بهذه الطائفة المنصورة. وهكذا الإنجازات العظيمة التي قدمها الشيعة في كل مكان على الأرض. وأيضاً شاهد العالم بكل طوائفه مدى حكمة وأخلاق قادة الشيعة من المراجع حين لم يردوا الأذى الذي تعرضوا له بالمثل، بل عالجوا الأمور بحكمة شديدة وواضحة. وتشير جميع التوقعات إلى أن هذا الزمان هو زمان انتشار المذهب الحق في كل أرجاء العالم.